من كهرباء ريفية إلى كهرباء المحيطات الفلاحية، وكذلك توصيل الغاز والكهرباء إلى المنازل رغم بعدها. وقد استمعتم إلى إنجازات القطاع وهي الوحيدة في يمكن أن نفتخر بهذا، ففي العالم لم تبلغ نسبة توصيل الغاز المنزلي 68%، وكذلك بالنسبة للكهرباء الريفية فكل التقارير الدولية تنم على أن الجزائر بلغت مستويات لم تبلغها دولة أخرى في مجال الكهرباء الريفية. فتركزت إذن مداخلة السيد الوزير حول مجال الكهرباء ومرافقة كل القطاعات الاقتصادية الوطنية في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية. نحن في إنجاز مشاريع مهيكلة، إن على مستوى مركبات إنتاج الحديد أو الفوسفات وهي سوف تكتمل إن شاء الله في آفاق أو في نهاية 23 بإذن الله تعالى بمساهمة كل القطاعات.